مشاهدات قناة التاسعة، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامج الأطفال، برنامج الألعاب والمسابقات، البرنامج التعليمي والترفيهي، برنامج أحييني. برنامج أحييني يعطيكم الصحة. فريق الأرنب وفريق الغزالة كالعادة يتنافسوا لنيل الكنز. المهمة اليوم صعبة جدا كما خليها الفريق متاع الحلقة اللي فاتت، ونشوفوا بعد شوية كيفاش باش يتنافس فريق الأرنب وفريق الغزالة. مستعدين؟ نعم. مستعدات يا جميلات؟ نعم. ما سمعتش؟ نعم. نعم بالقوي، يعطيكم الصحة. فريق الأرنب وفريق الغزالة باش يتنافسوا اليوم ويجاوبوا على الأسئلة. نذكركم بقانون اللعبة يا فريق الأرنب وفريق الغزالة قبل ما نبداو المسابقة متاعنا. المسابقة تقول إنه الأسئلة الموجودة في الأرقام اللي محطوطة في الروليت اللي على يميني فيها أسئلة متنوعة، وكل فريق عنده سؤال، والسؤال يحتمل ثلاث مقترحات، ولكن الإجابة واحدة فقط. الإجابة شنو؟ واحدة فقط. يعطيكم الصحة. وكل فريق لازم يجاوب بالصحيح، لكن إذا هو قرر يستعمل الجوكير مثلا، ماما ولا بابا الموجودين انتوما تحبوا تسألوهم على الإجابة، ردوا بيكم مليح. إذا كان الإجابة كانت خاطئة 15 نقطة تمشي للفريق المنافس. على هذاك نتشاوروا مليح ونكونوا فريق واحد ولحمة واحدة باش نجيبوا الإجابة الصحيحة. هكا ولا؟ ايه. والفريق اللي يربح والإجابة الصحيحة قديش ياخذ من نقطة؟ 5 نقاط. 5 نقاط ياخذها الفريق الفائز، لكن إذا كان ما جاوبش الصحيح ال5 نقاط يمشيوا للفريق المنافس إذا كان هو زادة جاوب بالصحيح. فريق أحييني للحلقة الفارطة كان سكور عنا فريق الأرنب ولأول مرة 60 نقطة وفريق الغزالة 55 نقطة. على هذاك ينعدلوا الكفة ينربحوا يا فريق الأرنب وفريق الغزالة. مستعدين؟ متحمسين؟ قبل ما نبدأ السؤال الأول بتاعنا نمشي ناخذ فاصل وهنا راجعين. أحييني والفيضان. تدور هذه القصة حول طفل يدعى أحييني يعيش في المدينة، يحب اللعب مع أصدقائه طوال اليوم، لديه كلب وقطة لكنه لا يحب المطر. ذات يوم ذهب إلى الحديقة مع والده ورأى أنه لا يوجد ثلج على قمة الجبل. عندما عاد أحييني إلى المنزل بدأت تمطر ولم تتوقف لمدة 3 أيام، حتى وقع فيضان بالنهر القريب من منزله. فجأة غمرت مياه النهر منزله ومات كلبه غرقا. حزن أحييني كثيرا على منزله وكلبه وسأل أمه: لماذا يا أمي جاء النهر إلى منزلنا وأخذ كلبي الصغير؟ الاحتباس الحراري هو السبب يا أحييني. وما هو الاحتباس الحراري؟ عندما نقطع الأشجار ونستخدم الفحم والسيارات ترتفع درجة حرارة كوكبنا، فيصبح الطقس قاس والأمطار تزداد فتغرق كل مكان، وآثار أخرى كثيرة نتسبب فيها بأفعالنا. من وقتها قرر أحييني ألا يضر بالبيئة ويزرع الأشجار ويركب الدراجة بدلا من السيارة كي يعيش مع كلبه الجديد في سلام وأمان. كان هذا البودكاست لأحييني، نلقاوها على صفحة سوستين أحييني وإلا أيضا على صفحة قناة التاسعة. نبدأ قبل ما نمشي الفريق الأرنب وفريق الغزالة ونتعرف عليكم واحد واحد ووحدة واحدة، نمشي ونتعرفوا في اللي بورترين تاع أطفالنا فريق الغزالة، شكونهم المتسابقين والمتسابقات بتاع اليوم. إيه
ياسين نصيبي العمر 13 سنة والهواية الموسيقى. مريم الكوكي العمر 6 سنوات والهواية الكتابة والمطالعة. بلقيس الكوكي العمر 8 سنوات والهواية الرقص والمطالعة والرسم. بعد ما تعرفنا على فريق الأرنب نمشي ونتعرفوا على فريق الغزالة. مريم التليلي العمر 8 سنوات الهواية الرقص والسفر والرسم. اسكندر الطيف العمر 10 سنوات والهواية كرة القدم. زينب التليلي العمر 5 سنوات والهواية الرسم والسفر. هذوما كانوا لي بورتري نتاع فريق الأرنب وفريق الغزالة. خليني نزيد نتعرف أكثر على فريق الأرنب والبداية بمريومة. عسلامة مريومة. عسلامة. نعلي صوتنا شوي، أنا ما سمعتوش، أنتم ما سمعتوا؟ معليش. عرفنا على روحك أكثر. شنو اسمك واللقب والعمر ومنين جيتنا؟ أنا اسمي مريم كوكي. أي مريم كوكي. عمري 5 سنوات، جيت من منوبة. تحية لمشاهدينا ومشاهداتنا في منوبة. ونمشيو للصغيرة زينوبة. عسلامة زينب. عسلامة. نحيو يدينا وإحنا نحكيو هكا بطلاقة. شو أحلى هيك الضحكة. هاي ما نعرفكش أنا زينب، عرفني أنا والمشاهدين والمشاهدات عليك أنت. ترى زينب. زينب تيلي عمري 4، نسكن في تونس. تسكن في تونس. كلمة الكور مزيان راهو الروز، اما احنا ما سمعناش. نعليو صوتنا بعد باهي. نمشيو للمتسابق الثاني في فريق الارنب ياسين. عسلامة. عسلامة. عرفنا بروحك. ياسين السيبي 13 سنة، جيت من حبل خلدون. محلاه ومحلاه التيشيرت نتاعي. نمشيو للمتسابق الثاني في فريق الغزالة. عسلامة. السلام. اسمي اسكندر الطيف، نسكن في بومهل، عمري 10 سنين. مرحبا بك وبكل مشاهدينا ومشاهداتنا في بومهل. قبل ما نمشيو للمريومة الثانية، على زوز مريومات اليوم، نمشيو لبلقيس المزيانة. عسلامة. عسلامة. انا اسمي بلقيس الكوكي، عمري 7 سنين، جيت من منوبة. مرحبا بك يا بلقيس الكوكي. ونمشيو لمريم التليلي. عسلامة. عسلامة. اسمي مريم التليلي، عمري 8 سنين، جيت من تونس. انتم اخوات؟ كيفاش عاملين في الدار الاخوات؟ ساكتة برشا زينوبة؟ ليه؟ ما اعرف ليه، ما اعرف جات لهنا ولا تحكي بشوية بشوية. هي وكا مريومة المزيانة الصغيرة. نبداو اللعبة نتاعنا؟ نبداو بالسؤال الأول. وشكون بالطبيعة السؤال الأول باش يجاوب عليه؟ فريق الأرنب. سمعتش؟ فريق الأرنب. علاش؟ لأنه قانون اللعبة يقول أنه البداية ديما باللون الأبيض، وهو فريق الأرنب. وشكون باش يدور لنا الروليت من فريق الغزالة؟ زينوبة. جري جري زينوبة، ندور الروليت. غزالة يا غزالة، منا منا منا. هايك الروليت، هاي هاي الروليت. 1 2 3 يلا. نذكروا السادة المشاهدين والمشاهدات انه فريق الارنب عنده 60 نقطة وفريق الغزالة عنده 55 نقطة. شنو الرقم؟ رقم 4. رقم شنو زينوبة؟ 4. كيما عمرك؟ لا انت 5 سنين. هاي صفقوا على زينوبة. نرجعوا لبلاصتنا زينوبة. غزالة غزالة غزالة. السؤال يقول، تبعوا مليح يا فريق الأرنب ونركزوا مليح يا فريق الغزالة، نجموا احنا نفكوا الإجابة الصحيحة. والسؤال الأول يقول، أي من هذه الخصائص الفيزيائية ليست خاصية من خصائص الماء؟ ركزوا مليح، عندنا 3 مقترحات. يوجد بالحالة الصلبة والغازية فقط، وإلا المقترح الثاني يقول يزداد حجم الماء وتقل كثافته عندما يتجمد، وإلا المقترح الثالث يتخذ شكلا كرويا في الهواء
ويحمل الأجسام الفلسية الخفيفة. وناخذ مهلة قصيرة للتفكير. هاي نشاور مع بعضنا. ركزوا مليح يا فريق الغزالة. نجموا انتم تجاوبوا صحيح راه. أي من هذه الخصائص الفيزيائية ليست خاصية من خصائص الماء؟ انتهى وقت التفكير. شكون عينتو باش يجاوب على السؤال؟ مريم؟ مريم مش جاوبة؟ سمعني صوتك ملا بالقوي وقولي الإجابة الصحيحة. أنا أولى. ما سمعتش؟ أولى. الإجابة الأولى اللي هي؟ قولها لي ياسين. يوجد بالحالة الصلبة والغازية فقط. الإجابة صحيحة أم خاطئة يا فريق الغازية؟ صحيحة. ونصفقوا على فريق الأرنب. فريق الأرنب ولا عنده 65 نقطة. شكون باش يجي هكا يبدل لنا ويسكر لنا اللعبة على فريق الغزالة؟ يلا مرحبا. تعرف تلعب شطرنج؟ اي. يلا ياسين يلا. اما فسر لي بعد شنو عملت، اوكي؟ تفضل. ركزوا مليح يا فريق الغزالة باش نعرفوا بعد كيفاش نرجعوا الهجوم. الملك هذاك؟ الملك. الملكة؟ كلنا الملكة؟ صعبت عليكم اللعبة. فسر لي شنو عملت؟ عملت اتاك وكليت به الملكة. يعني صعبت عليهم اللعبة؟ ايه. نصفقوا مرة أخرى على فريق الأرنب، يعطيكم الصحة. 65 نقطة لفريق الأرنب و 55 نقطة لفريق الغزالة. قبل ما نمشي ونعرفوا فحوى السؤال الثاني واللي نجم يكون حاسم زيدا في لعبة اليوم، نمشي وناخذ فاصل وهنا راجعين.